أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين ورحمة الله للعالمين وقائد الغر الميامين سيد الخلق محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نعيش أياما مباركة، أيام شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أكرم الله عز وجل فيه الأمة الإسلامية بالكثير والكثير من المنح والبركات. ومن هذه المنح أن جعل الله عز وجل شهر رمضان زماناً للانتصارات العظيمة، هذه الانتصارات التي غيرت مجرى التاريخ والتي غيرت موازين القوة في العالم أجمع. من هذه الانتصارات التي بدأت في شهر رمضان المبارك انتصارات بدر الكبرى، هذه المعركة المباركة التي قادها نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم، وانتصرت فيها الفئة المؤمنة على الفئة الباغية. أيضا من هذه الانتصارات فتح مكة المكرمة بقيادة رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتي عاد إلى مكة منتصرا مرفوع الرأس متحدثا بنعمة الله عز وجل، وكان يقول لأصحابه يوم فتح مكة: اليوم يوم المرحمة. وجسد أعلى قيم التسامح والصفح حينما قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خير أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. وأيضا من الانتصارات العظيمة التي حدثت في شهر رمضان المبارك موقعة حطين، التي انتصرت فيها القوات الإسلامية على القوات الصليبية، وتم تحرير بيت المقدس الشريف. ولا ينسى التاريخ أبدا انتصارات العاشر من رمضان، التي ضربت فيها الجندية المصرية أروع الأمثلة في التفاني والشجاعة، وعلمت الدنيا كلها كيف تكون القوة وكيف تكون الحكمة وكيف يكون استرداد الحقوق وكيف يكون التأسي برسولنا صلى الله عليه وسلم. انتصارات العاشر من رمضان التي ضربت فيها الجندية المصرية خير أجناد الأرض كما وصفهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمثلة عظيمة للتضحية والفداء، ولم تزل القوات المصرية الجندية المصرية لم تزل إلى الآن مثالا يقتدى به في العطاء ومثالا يقتدى به في الجدية في العمل. إن شهر رمضان هو شهر الانتصارات العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يديم على الأمة نعمة النصر والأمن والأمان، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.